بعدما أحس الاستبداد أن عواصف الربيع العربي التي أطاحت بأنظمة مجاورة قد أصابها الفتور، وبعدما نفذ عملية الالتفاف والتمويه بذلك الدستور الممنوح إبان حراك 20 فبراير، عاد إلى سابق عهده. فها هو الزمن يكشف الحقائق، فالمرحلة الحالية التي أعقبت الربيع المغربي سرعان ما اتضح أن المخزن أدارها بعقلية الحيلة والمكر والدهاء. تدبج الخطب ورفع الشعارات ونثر الوعود ليحافظ على وجوده وبقائه بالجوهر نفسه والسياسات ذاتها، وإن غير الوجوه والأشكال والأسماء. كان هناك فترة من الحرية النسبية كانت هي نتيجة لتحرك الشارع، دامت حوالي 2011-2012 وجزء من 2013. بعد ذلك رجعنا إلى ما هو أفضع. التراجع هو تراجع تكتيكي على مستوى السلطة وليس مكتسبات حقيقية تحققت على مستوى الفعل، على مستوى القانون أو على مستوى المجتمع. هذا التراجع سرعان ما تم طيوه، وعادت السلطة إلى ممارستها العادية بعدما اعتبرت على أنها قطعت بسلام موجة الربيع العربي. أنا مؤكد أنها انتكاسة، لأن الآن هناك أصوات ترتفع ربما كانت إلى وقت قريب تشيد بالتجربة المغربية وتنظر إليها على أنها تمثل استثناءً، وهذا ما بدأنا نلمسه في التقارير وفي ما يصدر من تقييمات لدرجة ومدى التطور الديمقراطي ببلادنا. سلسلة طويلة من الانتهاكات الحقوقية طالت، وما تزال إعلاميين ومفكرين وسياسيين معارضين مغاربة ذنبهم أنهم على اختلاف توجهاتهم يرفضون أن يكونوا دما في أيدي السلطة، حقيقة لم تفلح في تغطيتها الشعارات المرفوعة على أنغام ما سمي بالعهد الجديد الذي تجدد فيه قمع الرأي المخالف لمذهب السلطة الفاضح للفساد والاستبداد. الدولة نفسها تعترف بأنها كانت تعيش سنوات قمع وسنوات رصاص. الذي يتحدث عن وقوع التغيير هو المطالب بإتيان ببراهين ونماذج. إذا انطلقنا من هذه القاعدة سيتبين لنا على أن لم يقع أي تغيير بنيوي عميق على مستوى ممارسة السلطة، على مستوى التضييق على مجال الحرية والحقوق داخل المجتمع، لم يقع أي تغيير بنيوي. هناك استهدافات لنشطاء ولهيئات ومنظمات بعينها لها آراء مخالفة أو لها تقييمات مغايرة لما يروج له الخطاب الرسمي أو المؤسسات التابعة له. المعطي منجب ناشط سياسي وحقوقي يعيش منذ مدة تحت رماح السلطة، منعوه من السفر، راقبوه وهو يضرب عن الطعام وصحته تتهاوى، ثم استنطقوه والقصة لم تنتهي. استجبوني وأنا في حالة صحية يعني صعبة، الأسئلة أغلبها لم تكن ذات طابع جنائي ولا ترمي إلى شيء، هي هدف وتشهير، يحاولون تشويه ما من يعتبرونهم معارضين. بدأ رئيس جمعية الحرية الآن إضرابه عن الطعام منذ 6 أكتوبر الماضي، احتجاجاً على التضييق الذي يتعرض له بتهمة زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات وشبهة مخالفات مالية في تدبيره لمركز ابن رشد، وهي تهم يفندها الواقع ويكذبها حجم التضامن من طيف واسع من داخل المغرب وخارجه. شاءوا أم أبوا وصلنا عصر الديمقراطية في يعني العالم، وأصبح لا يمكن فقط استعمال القمع، فهم يستعملون كذلك تشويه المعارضين. ضد الإسلاميين يستعملون الجنس المحرم، وضد اليساريين يستعملون المال الأجنبي وكذلك الفساد المالي، وضد شباب 20 فبراير يستعملون تهم المخدرات والترافيك إلى آخره. هذه نوع من الميليشيا السياسية، يعني تريد أن تصيب الناس في سمعتهم وفي ذمتهم، وهذا يعني يجب أن يوضع له حد. أين هي قرينة البراءة؟ أين هو احترام استقلال العدالة عن كل المؤسسات الأخرى؟ أساس كل الهجمة هي التشهير
لإسكات أصوات المعارضة. مثل هذه الملفات إنما تظهر العمق القمعي لممارسة السلطة داخل المغرب، بمعنى أنها ليست ملفات معزولة وإنما هي أمور تظهر بين الفئة الأخرى تظهر طبيعة القمع العميق داخل السلطة والذي لا يقبل الرأي الآخر. لا ينبغي كيفما كان الحال أن تكون تلك آلية من آليات الضبط السياسي الذي تمارسه السلطة المستبدة تجاه قوى مجتمعية. ملف المعطي منجيب ليس حالة معزولة بل أصبح منهجا للدولة في التعامل مع المعارضين. قمع الاحتجاجات السلمية وخنق الصحافة الحرة وتشديد الخناق على الجمعيات والهيئات التي تغرد خارج السرب. حزب الأمة والبديل الحضاري نموذجان صارخان، كما طال التضييق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي لم تسلم هي الأخرى من عنف السلطة وتحولت من مدافع عن الحقوق إلى ضحية. الانتهاكات التي تعرضنا لها كجمعية مغربية لحقوق الإنسان تمثلت أساساً في تضييق على أنشطة الجمعية، منعنا من استعمال القاعات والفضاءات العمومية بل والفضاءات الخاصة كالفنادق وغير ذلك، أيضا رفض تسلم ملفات جديد مكاتب فروع الجمعية، عدم إعطاء وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية عنها. الملفت الانتباه فيها وهو أنها جاءت بكيفية منهجية وبشكل متواتر ومتواصل ولم تعد مجرد تضييقات أو انتهاكات جزئية وظرفية. تعرضت الجمعية كذلك لسلسلة من التضييقات، حيث تم اقتحام المقر المركزي في أكثر من مناسبة وتم منع أنشطة احتضنها المقر، كما يعاني مناضلو الجمعية من الملاحقة الدائمة. هذا الاعتداء الذي تتعرض له الجمعية ليس اعتداء معزولا وإنما مس العديد من الهيئات والمنظمات والنشطاء سواء كانوا في المستوى الوطني كالجمعية المغربية كالعصبة، بل مست هيئات ومنظمات أخرى سياسية، أيضا مست منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية، منظمة إيمان رايتوتش وغيرها، وأيضا نسجل بشكل دائم توصلنا بأخبار وببيانات وبتظلمات من جهات متعددة، مما يعني بأن هذه الوضعية هي وضعية لا يمكن أن نفسرها إلا بالتراجعات الخطيرة التي تعرفها وضعية الحريات والحقوق ببلادنا. الظلم والعسف لم يطل السياسيين والحقوقيين فقط بل تعداه لكل صوت حر. بزيز غلام والحقد أمثلة على حقد الدولة تجاه المخالفين. يتعرض الفنان رشيد غلام منذ سنوات لإقصاء ممنهج وتضييق مستمر يمنعه من حقه في الفضاء والإعلام العموميين داخل الوطن، في الوقت الذي تفتح أكبر المحافل الفنية الدولية أبوابها له، وهو نموذج للتضييق المخزني بسبب الانتماء إلى جماعة العدل والإحسان. ورقة من وزارة الخارجية المغربية عن أن أدخل الدول العربية. حينما نتحدث عن جماعة العدل والإحسان نتحدث عن مجموعة من المواطنين لهم أفكار ولهم اختيارات، ليسوا أجانب، ليسوا لم يأتوا من السماء، هم مواطنون في المغرب، من حقهم أن يمارسوا حرياتهم وقناعاتهم بشكل طبيعي مثل الجميع. فمجرد عدم اعتراف الدولة أو غض الدورة للطرف عن وجود رأي داخل المجتمع الذي هو العدل والإحسان وتنظيم العدل والإحسان بإعداده التي يعرفها الجميع، مجرد غض الدولة للطرف عن هذا الوجود أو رفض الاعتراف بهذا الوجود يشكل خرقا في حد ذاته. أما إذا تجسد هذا الخرق بالقمع والتضييق وممارسة جميع أشكال المحاولات الضبط والاختراق وغيرها لهذا الصف، فذلك يجسد بشكل أكبر العنف أو القمع الذي يستهدف هذا الرأي وهذا التوجه. جماعة الإحسان لا زالت توصف من طرف السلطة كيفما كان مستواها بالمحظورة، رغم أنها تعمل أو تمارس كتنظيم مجتمعي سلمي بشكل شرعي وعلني وقانوني،
يمنع عليها الحق في أن تمارس كجمعية بشكل قانوني، يمنع على نشطائها أن يمارسوا حتى حياتهم الاجتماعية وحياتهم المدنية وعملهم وتجارتهم بشكل طبيعي. طبعا هي ممنوعة من حقها في الإعلام، ومن حقها في الإعلام العمومي، من حقها في التعبير عن رأيها، من حقها في ممارسة جميع الحقوق أو الحريات الأساسية سواء السياسية أو المدنية داخل المجتمع. يشكل ملف العدل والإحسان نقطة سوداء في سيرة النظام الحقوقية، حيث تعرضت منذ نشأتها لكل أنواع القمع والحصار والتضييق. شنت الدولة حملات للنيل من الشعبية المتنامية للجماعة في محاولة لتشويه صورتها باتهامها بالخرافية والانتظارية، طعنا في مشروعها التغييري والسعي إلى تخويف الشعب من الالتحاق بالجماعة باستهداف لقاءاتها واقتحام البيوت بأساليب ترهيبية وتشميع عدد منها والزج بأعضائها في محاكمات جماعية. عنوان ذلك يتجلى خصوصا في التضييق على قياديها أو على أعضائها، استمرار إغلاق بيت أمينها العام السي محمد العبادي بدون أي سند قانوني، لازم تؤكد ذلك، بدون أي سند قانوني، استمرار اعتقال نشطاء منها وعلى رأسهم السيد عمر محب نتيجة مسطرة أو محاكمة غير عادلة، استمرار اعتقال مجموعة من نشطائها تطبيقا لمسطرة الإكراه البدني في ملفات تتعلق بممارسة الحقوق والحريات ضدا على قانون المسطرة الجنائية، استمرار التضييق على حتى المنتسبين إلى أفراد أعضائها وليس فقط أعضائها، حتى المنتسبين أفرادها يستمر التضييق عليهم. إذن هذا التضييق كما قلت دائما لا يهم فقط أعضاء جماعة الإسلام، فهذا التضييق يهم حتى مجموعة من المؤسسات المدنية والمجتمعية التي تطالب بتغيير مكاتبها أو بتغيير أنشطتها لمجرد أنه سيشارك فيها أو أنه سيكون طرفا فيها عضو أو ناشط من جماعة العدل والإحسان. هذه عينة ليس إلا من نماذج تفضح ما تجده الأصوات الحرة من ظلم المخزن وعتوه في السنوات الأخيرة ولا تزال، وإلا فإن اللائحة طويلة ممتدة على مدى العهد القديم ومتجددة متصاعدة على مدى العهد الجديد الذي لا تخفي حقيقته مصاحيق الإعلام الزائف ولا يعلو صوت صرير أقلامه المأجورة على نبرة الأصوات الحرة التي تظل وفية لمبادئها رافضة الانبطاح بين يدي الفساد والاستبداد على حساب كرامة الشعب. يظنون أنهم بإسكات الجميع سيستتب الأمن المدني، هو العكس تماما، إذا أسكتوا الجميع فإنهم يهيئون العاصفة ونحن لا نريد عاصفة. هناك قلق ليس وسط الحركة الحقوقية والسياسية ببلادنا، وإنما أيضا حتى داخل هيئات ومنظمات وجهات بما فيها حكومية بدول أجنبية. أعتقد أن مطلب الجميع أن يكون وضع دستور ديمقراطي يكون نتيجة حوار وطني ما بين جميع مكونات المجتمع تحدد طبيعة السلطة أو طبيعة مؤسسة الدولة التي سيعهد إليها تطبيق القانون وممارسة الإكراه المشروع في نطاق طبعا مراقبة واستقلال للسلطة فيما بينها، استقلال حقيقي للسلطة فيما بينها. أعتقد أن مسألة في عمقها هي مسألة تأسيسية.